ثم تجي تصلي يا رب اصلح لي يا رب عيالي يا رب وين يا رب السعادة يا رب بارد في الراتب عجزت ما أدري وين يروح طبيعي محروم. جيت بين اثنين تجار بينهم مشروع، المشروع قيمته 18 مليون. شوفوا اللي الله يفتح له، اللي الله يفتح بصيرته، 18 مليون قيمته أو حول 18 مليون. كانوا في البداية أول ما بدأ المشروع ما حددوا نسب، فلما صار في مشكلة بعد سنين هذا يقول لك 40% وهذا يقول لك 50%، صار الخلاف بينهم على قرابة الظاهر 10% أو شيء. فأنا الحقيقة يوم شفت الموضوع كلمت الكبير، كلهم عقال بس تعرف الكبير عاد توسمت فيه إنه بيفهم رسالتي أكثر وأسرع. فقلت له يا أبو فلان تفتح أبواب الجنة الاثنين والخميس وترفع الأعمال إلا من في قلب الشحناء على أخوه المسلم ما يرفع العمل. كم تعطي أخوك نسبة عشان تسلك طريقك إلى الله؟ قلت له لا ترد علي، فكر وخل ردك عملي. السلام عليكم، احنا ما نبي حسي، نبغى تطبيق. الآن انت وانت تسمع الكلام هذا لا تقعد تخلي ابليس يبرر لك ويحوسك، عليك عملي، خلك اليوم عملي. لا تنام الليلة وفي نفسك شيء على حد، لا تنام وفي أحد نفس الشيء عليك. كما قال الرجل للمصطفى عليه السلام، قال يا رسول الله لي قرابة أصلهم يقطعوني، أعطيهم يمنعوني، أحسن لهم يسيئون لي. ما قال له خلاص بيض الله وجهك وكفى، لا، قال إن كان كما قلت أعطاه ضمانين، الضمان الأول تسفهم الملة، والضمان الثاني لا يزال معك من الله ظهيرا، يعني ربي ناصرك عليهم، ناصرك عليهم. وشلون يجون يحبوا راسك يتعذرون منك؟ لا، يرسل لك ربي السعادة يحرمهم منها، يرسل لك ربي البركة، يرسل لك ربي الصلاح. نصر الله أحيانا خفي، جندي خفي ما تدري عنه، يجي يرسل لك التسخير. ما تلاحظ أنت أحيانا تروح في معاملة وعندك واسطة وتتعقد، ما سخر الله لك، وأحيانا تروح في معاملة ولا عندك أحد، سبحان الله، ويسخر الله لك موظف بعد صغير ما هو موظف، ويمسك ويطير بك ويصلح شغلك وانت متوقع انها بتاخذ لها وقت، ما حصلت معك، انا حصلت معي هالتسخير هذا جندي، يسخر الله لك ولعيالك في دراستهم في امورهم، يسخر الله لولدك ان تجي الاسئله مع اللي ذكرها. يا اخي جنود التسخير، جندي جندي التسخير الحاله. لو الله ربي اكرمك فيه يا شيخ تغدي حياتك مختلفه. فانت لا تقعد تضحك على نفسك وتحرم نفسك من خير موجود، الحرمة تحارم نفسها من خير موجود عشان والله أمه قالت لي ولا أخته قالت لي ولا مرت أخوه قالت لي، الأمر أبعد. فهذا الرجل التاجر قلت له يا أخي لا ترد علي، خل جوابك بينك وبين ربك، سلام عليكم، مشيت وخليته. اتصل علي ولده الكبير قال لي بس يا شيخ أنا بحب أبشرك بحاجة. قلت تفضل. قال أبوي تنازل عن كامل المشروع. يوم قاعد يفكر طريق إلى الله مسكر، علشان 18، علشان نسبة 10%، علشان المشروع كله، خله يروح بس يتسلك طريقي إلى الله. يا أخي شوف اللي الله يفتح بصيرته. بالله عليكم كم واحد بيننا الآن حارم نفسه من الاتصال بالله بسبب كلمة قيلت، ولا بسبب مش عارف إيش، ولا جيت ولا استقبلوني، ولا جيت هو أصلا بانيها في نفسه كذا، يعني شيء في نفسه، مرض في نفسه، قعد يكبرها 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 ومقطوع من الله سبحانه وتعالى. طيب كيف تبغى تعيش سعيد؟ كيف تبغى تعيش سعيد؟ تلاحق قبل الموت، تلاحق، الحق روحك، اتصل بالله، لا تموت وانت مقطوع من الله، ما يرفع لك ولا عمل ولا شيء ولا يقبل منك شيء. انتبه يا أخي انتبه، ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. انتبه، كلها من وراء الشيطان، يجي عصدك وبين لك وانت وانت، المهم عنده ان تبقى قاطع عشان ما يرفع لك عمل ولا يقبل لك شيء ولا يجيك مدد من الله سبحانه وتعالى. فشف نفسك الان، هل انت من اللي طرف في قطيعه استعجل وانهى الان؟ حبذا لو من هالمسجد برساله للي انت قاطع بينك وبينه. وأنا كنت في أحد الدول
قلت هذا الكلام، وبعد المحاضرة جاني واحد سلم علي قال لي يا شيخ أنا بيني وبين أخوي قطيعة سنوات، وكنت كاشم منه، ولا جت مناسبة أتأكد إذا هو بيجي ما أروح، لأني مجرد ما أشوفه تجيني ضيقة، يا إما في طريقة السلام يا ما يسلم علي يا ما يسلم علي، المهم يحصل بيننا. فيقولون جالس في المكان في المحاضرة وانت تقول ارسل رسالة، يقول تجرأت وارسلت رسالة، ارسل لأخوه قال اخي والله اني احبك واني محزني اللي بيني وبينك وسامحني وكذا، ما ارسل لي رسالة طيب. تصوروا يا جماعة الخير انه جاه الرد وهو في المسجد وهو في المحاضرة جاه الرد. صدقوني يا جماعة اي اثنين متقاطعين ودهم يصلحون، لان اصلا بذرتهم بذرة خير وفيهم دين، بس إبليس شغال والناس اللي حولهم ما يدفدفونهم على الخير. تلقى بعض الناس بدل ما يقول كلمة تسجل له يوم القيامة في صلة رحم، ألا أدلكم على ما هو خير من الصلاة والصيام والزكاة، إصلاح ذات البين. بدل بعض الناس ما يدور على هالشعيرة ويحاول يدف ربعه، يدري مثلا يدف، تلقى أحيانا يرمي حطبة على النار ويشعل لها زود والعياذ بالله. بدل ما تسعى في صلح وتجيب اللي أصغر منك سن من عيال عمك ولا من أخوانك وتشد عليهم وتقول لا يا أخي اتقوا الله، احنا مقطوعين من الله، منزوعين البركة، منزوعين كل جنود الخفية منزوعة مننا، منزوعين كل ما صابك شيء، راجع روحك انت قاطع فيك قطيعة. إذن هذا السبب، السبب موجود. هل نقوى أنفسنا يا جماعة؟ نقوى أنفسنا؟ ابن مسعود رضي الله عنه إذا بدأ محاضرته كان يقول إن كان بيننا قاطع فليخرج، فإن الرحمة لا تنزل على قوم بينهم قاطع. يعني قوم زي هذول زينا كذا مجتمعين، لو بيننا قاطع ما تنزل على الرحمة. والجماعات اللي زي كذا أصلا نجتمع عشان تنزل علينا الرحمة ولا لا؟ بسبب واحد قاطع ممكن ياخذ. إذن لنطهر قلوبنا الآن، من في خاطر الشيء يا جماعة يطهر قلبه من الآن. وأنا أول واحد أعهدكم وعهد ربي الآن أرفع إيدي قدامكم إني 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 تنازلت عن كل من أساء لي. فيكم أحد يطهر قلبه الآن يرفع إيده معي يا جماعة الآن؟ الله يشوفنا. رفعت يدك تعني دعوة للاتصال بالله، تستحي تتصل بيض الله وجهك يا شيخ. من يرفع يده ويتصل بالله يا جماعة؟ وراكم تستحون تستحن تتصل بالله يا جماعة الخير، الله يشوفنا. كلهم رفعوا ما شاء الله تبارك الله. إيه يا أبوي إيه، الله يوسع صدوركم، ارفعوا يا سلام. من في خاطر الشيء من الآن طاهرين يا جماعة يا بيض الله.